صباح الخير أعزائنا المشاهدين في كل مكان. أولى حلقات برنامجكم حوار مع مريم، مع الإعلامية مريم حمودة على قناة الصحة والجمال. ضيف الحلقة النهاردة شخص مميز جدا، وهو إنسان بيجمع ما بين الأدب والشعر. ضيف حلقتنا غني عن التعريف هو أستاذ رامي الشربيني. أهلا بحضرتك. حضرتك ممكن حضرتك شاعر وليك معجبين كتير وليك جمهور كبير جدا، ممكن تعرفنا بنفسك؟ أنا اسمي رامي الشربيني، عندي 25 سنة، بكتب شعر تقريبا من 2014، يعني بقالي تقريبا 10 سنين. رقم كبير. أكلمك يعني عن البداية، البداية كانت إزاي وكده. هو أنا في البداية يعني زي أي حد بسمع أغاني، أنا كان عندي مزاج إن أنا أشيل الكلمات بتاعة الأغنية وأحط كلمات من عندنا على نفس اللحن، فهي ابتدت معايا بالشكل ده. كانت دي كانت هوايتي وانا صغير. كنت لسه في اعدادي وقتها، ان انا اشيل كلمات الاغنيه واضيف انا كلمات من عندي على نفس اللحن، وتبقى برضو موزونه زي الكلمات الاصليه بالظبط بتاعه الاغنيه. طيب وحضرتك اللي اكتشفت نفسك ولا مثلا حد دعمك في الحوار او في الشعر؟ والله هو يعني الشعر الشخص الصغير او في سن صغير، يعني كان كلمات النثريه، كلمات العاميه عامه بتكون كمان ثقيله، فحد اكتشف موهبتك او حد دعمك ليها ولا من نفسك؟ لا، هو الامر جه صدفه، كان مع نفسي برضه. يعني هو كنت انا تقريبا وقتها عندي 16 سنه، واول قصيده اكتبها ان انا شفت بنت ما كنتش اعرفها، بس شفتها مره واحده. روحت البيت لقيت نفسي بجيب ورقه وقلم وبقول انا شفتها مره واحده وسبتها، هي كانت قصيده تقدر تقولي كلمات سطحيه جدا، بس انا بصيت للقصيده وقلت ايه ده، انا بكتب. والموضوع ابتدى معايا من وقتها كتابه قصايد صريحه. لا وحضرتك الحقيقه ان انت تستاهل ان انت تكون فوق القمه بجد، من كتاباتك وشعرك والقناه على اليوتيوب حقيقي محققه مشاهدات عاليه جدا. طيب ممكن تسمعني حاجه من الشعر؟ ممكن اسمعك حاجه عن الاب. اقرا قصيده لك. ممكن حاجه عن الاب. ماشي شغال المايك؟ اكيد شغال. بقول ها مرتاح عندك؟ الوضع تمام يعني ومبسوط؟ انا قلت ان اسال واطمن، نخرج مع بعض ونتكلم، مش قصدي لا لومك ولا عاتبك، لكن بالله ربك والحق انا محتاج لك، محتاج لزعيقك وهدوتك، محتاج للضي اللي في عينك والضحكة، لو الدنيا مضايقاك تضحك على الدنيا فتضحك لك. وحشني يا غالي انك والدي، وان انت من الايام صاحب، وان انا في غيابك متلطم ومليش في الدنيا اصحاب بعدك. طب ايه الشاي بالليمون زي ما حبيت، والسكر على الريحة يا صاحبي، كوبايتك ما شربتش منها، والشال متعلق على وضعه، وقميصك متطبق جنبه، وعصايتك في المكتب عندي، من يوم ما بعدت بقول جايز هتخبط على الباب وتعدي، من يوم ما غيابك شق الارض اللي ما بينا، وانا لسه يا غالي لحد الان مستني ترد وترجع لي، مستني الظهر اللي يعني والقلب اللي يساعه ويحابي، ان امشي بحسك مطمن، واما ازعل وحدك تلحقني، ان شاء الله لو العالم اجمع على غلطي بحبك تسمعني وترد العالم علشاني. ما فهمتش معنى الموت قبلك، ولا دق الباب نعيك ولا جار، انا قلت ساعتها انك حبيت بس تهزر، والوارد يومها انك ترجع وتخف هزار، فازاي ما احزنش، ازاي ما اسالش عليك تايه، واستنى ترد فما تردش، الحق عليك برضو ما قلتش، ده انا حتى يا جدع السر اللي حكيته ما بينا ما لحقتش برضو اسمع رايك. طب ساعتك، لبسك، ريحتك، والقهوه بتاعتك، الطله ما بين روح ممدوده وايدين ما شالتش ايدين بعدك، امشيها ازاي بس الايام وتسيبني يتيم متمرمط في الدنيا لوحدي، كنت اما الضيق كان يلحق ويداوي مشاكلي، من غير ما اتكلم كان يفهم، والمره بعدت فبيقرب، وفي كل مكان لقى جنبي، قسما بالله عشى في حاله، لا استقوى في مره ولا تمكن ولا كلها حرام لاجل عياله، انا ابويا ما كانش راجل عادي ولا شاف الدنيا اكبر همه، كان يمشي ويضحك ويهزر وفي داهيه اللي يعكر دمه،
كان حبه لكل الناس باين في عينيه والسيره البياله. انا ابويا يا بخته هنياله في مكان دلوقتي اكيد احسن. وان كنت بعدت اوام عني فصاحبي بقول لك انا مسامح. الراجل لو غاب وتوكل فكفايه كلام الناس عنه، وكفايه ان لما اسمع اسمك بفتكرك بالخير والصالح. الف رحمه ونور. حقيقه جميله جدا ومعبره بشكل كبير جدا. طيب استاذ رومي، مثلا لما حضرتك بتبدا تكتب شعر بيكون ليه كلمات، ازاي بتنمي الكلمات على حسب القصيده اللي بتقراها؟ بصي، هو اولا لازم اكون عايش الحاله، مش شرط اكون مريت بيها. ممكن حد اعرفه، ممكن حد اعرفه يكون هو اللي عاشها بس اسمعها منه فتاثر بيها فابتدي اكتب. فلازم اكون حاسسها. بتكتب باحساس الشخص اللي حضرتك اتعاملت معاه او اللي قال لك القصيده؟ بالظبط، ومش شرط اكون انا عشت الحاله، انا ممكن يكفيني ان اكون حاسسها. نعم، تحط نفسك في الوضع. بالظبط، بحط نفسي مكانه فبحس هو حاسس ايه بالظبط فبكتب. طيب حضرتك انسان شاعر ومعروف وليك جمهور، السوشيال ميديا تقريبا هي سبب الوصول او سبب الجمهور دوت ولا لا؟ هي اكيد السوشيال ميديا ليها، يعني هي عامل كبير في ان انا اوصل موهبتي انا او اي كاتب غيري او اي شخص موهوب. ولكن بالنسبه لي موضوع السوشيال ميديا ما كانش اهم حاجه. يعني انا كان في حفلات بسيطه كنت بطلعها، قصور ثقافة كنت بروحها، ندوات، فده فرق معايا. بالنسبة للسوشيال ميديا أكيد فرقت بس مش بالشكل يعني الكافي. جمهور حضرتك على اليوتيوب كبير جدا، وأكيد حد ماسك الريتش بتاع القناة. هو كان دايما في أدمن، يعني كان دايما في ناس بتمسك صفحتي على الفيس أو على اليوتيوب، فأنا مش بركز قوي في مواضيع السوشيال ميديا. طيب أستاذ رومي حابب يوصل لفين في نقطة الشعر؟ أو حابب إن هو يكون إنسان معروف ولا شاعر؟ والله هو أنا حابب أكتب شعر، أوصل لفين دي مش بتاعتي، المهم إن أنا أكتب شعر. الشعر بالنسبة لي زي الهوا. بالنسبة لي إن أكتب شعر ده اللي يهمني، مش مهم إيه اللي هيجرى بعد كده، مش أهم حاجة. أكيد. طيب نسمع آخر قصيدة معانا. طب أنا ممكن أقول حاجة عن فلسطين؟ أو مش عن فلسطين تحديدا، أقولها؟ خليها عن فلسطين، يعني حوالي ماشي عن فلسطين، نتمنى لهم يا رب دايما السلامة. يمكن بس أسمع موسيقى بالسماعة. طيب مشكلة؟ فبقول يا رب رسيني، العمر بيعدي، كل اللي قالوا معاك ما بقوش من الاول، كل اللي ساب كمل وانا لسه ماشي في الحال وحدي. انا لسه عين في الطل ما بنلهاش حاجب، زرعت شبابي عطايا لبلادهم، وان مهما بان بدي فيقولوا لا بيدي ولا عمره كان صاحب. فيا رب رسينا، والضي لو مد الاجل مده، فاجبر بخاطر كل من كان له يا رب الحق بالخاطر، واخسف بعونك كل من ظن الحياة بتاعته. ازداد شيب الرأس واشتعل، فلا هم نحو العمر من الرضا يعلو، ولا كل طير القصف ينتعل. اقسم برب العز انا العربي، في الشام اشكو البأس مغتربي، فلا مل ملل المال من الملام لملأه، ولا صوت يعلو الآن فوق الحوث والجندي. أقسم برب الفجر رافع كف بين العتم مستنجد، لا بقيت أهم الزعل ولا كنت أقول كفة، فاستر يا رب الميلة واعدلها، وارزق مسافر مسكة الدفة. أنا صبري شرخ من الحياة وميل، عشت السواد يا ابن العرب، ظهرك عزيز صابوا الجرب، رغم ان لسه في دنيتك عيل. الصبر عاب والكهل في عيون العرب ايوب، سقط دموعه في شنطته وسبح، ودع بقايا اللحم من حرمة صحاب البيت، واستنى دوره في لعبة المذبح. فيا رب نجي من البلا عيالك، احفظ بلاد العرب لاصحابها، ابعد ولاد الكلب المتنطورين عنها، وادينا قوة تذل في اعدائك.
ويا رب زيد المحيا عن كل اللي مات فيا. انا مش حزين، لا لا لا، انا حلمي طال شايب ضواحي الفجر في عيني. هستنى ايه طيب؟ احلف بديني مهما انا استنيت هفضل بعلي صراخي في الطلعه وامسك برعشه دموعي في النزله. لا هرد من جوف الغشيم حقي ولا سهل ملح البحر يتحول ويجيني مره بميه مش مالحه. نحن الشباب العمر لم يعطيها من ضر الحياه مسكن، نحن الشباب الدهر اهلكها، احنا العيال اللي الزمن دسها. عمرك يا زرع ما تبقى من الصبار والطرح منك يبقى من الفاكهه. جميله جدا، وبسالهم السلام يا رب العالمين. هنطلع فاصل اعزائي المشاهدين ورجعنا لكم تاني. رجعنا لكم تاني اعزائنا المشاهدين على قناه الصحه والجمال بشاعره جديده وكاتبه جديده. ازي حضرتك؟ ازيك يا ام؟ عامله ايه؟ الحمد لله. ممكن اتعرف بيكي؟ انا شيماء سلامه عبد العزيز. اهلا بيكي. من محافظه ايه؟ القليوبيه. عندك كام سنه؟ 21 ان شاء الله في شهر 7 الجاي. من العمر كله ليك يا رب. ربنا يخليك يا رب. طيب كاتبه معروفه، تعرفت ازاي؟ هي بصراحه جت مره واحده، ما كنتش مرتبه لها خالص ولا بكتب من زمان ولا كل الكلام ده. تقريبا بكتب من 3 سنين، و كنت بكتب لمجرد كلمات عادي، فلقيت ان كل اصحابي عاجبينهم الكلام ومدرسيني واهلي وكلهم شجعوني على ده، فبدات ادخل في كتب واكتب روايه، والحمد لله عملت لحد النهارده كتابين وبعمل في الثالث. طيب ممكن نعرف ايه اكتر يعني حبيتي الميولك كان الكتابه اللي هي الروايات، الكتابه الشعر والنثر وكده، ولا كان عمي عادي؟ لا كان عمي خالص، علشان بيتفهم اكتر للناس، الناس حابينه اكتر. كان ميولك ليه اكتر؟ طيب كتاباتك اسمها ايه او تعرضت فين؟ في معرض الكتاب مرتين، السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها. في كتاب كان مجمع مشترك، كتاب شمس الشتاء، وفي كتاب ما بداخلك كان فردي، ده لوحدي تماما، وفي كتاب جديد نازل ان شاء الله السنه دي. ان شاء الله. طيب تقدمي على خير يا رب العالمين يا رب. طيب استاذ شيماء، تعرفتي بان انت مثلا تكتبي الروايه في فتره قصيره، ازاي بتجيبي الافكار او ازاي بتجيبي الكلمات بتاعتها في فتره قصيره؟ هو انا لما بكتب حاجه مثلا بتبقى من الواقع من حواليا، فبالتالي الافكار بتبقى اسهل اكتر. الخيال الخيال كتير جدا، يعني تقريبا في خيال كتير جدا بيبقى في الروايه، مش كلها واقع طبعا، لكن بتبقى الفكره نفسها من حواليا. طيب المؤسسه او الدار اللي انت تعاملتي معاهم، تعاملتي معاهم كذا فتره ولا غيرتي؟ لا كان في دار في الاول اتعاملت معاها من سنتين وما كملتش خالص، يعني تقريبا ما هو عملنا الكتاب المجمع ده، وفي دار حكايتي بقى دي معاها الحمد لله، ان شاء الله مكملين. ان شاء الله مكمله ودايما موفقه يا رب العالمين. الله يخليك. شكرا. طيب شيماء، حابه توصل لفين من ناحيه الكتابه؟ الطريق اللي هيوديني ليه ربنا باذن الله، يعني ان شاء الله نتعرف اكتر بكتابات افضل، وبكون بطريقه واصله للناس بطريقه احسن ان شاء الله. طيب حضرتك دايما بتبقي بصة دايما اللي هو دايما الشعر او الكتابه بتكون انسان مثقف، او لكل قارئ كتاب، يعني القراءه هي اللي الهمتك للكتابه؟ طبعا. ولا الكتابه اللي حببتك في القراءه؟ لا القراءه اللي حببتني في الكتابه الصراحه. بتديكي افكار او كلمات معينه؟ طبعا. حاولت ان انت تقلدي نص، او حاولت ان انت تشوفي مثلا كاتب معروف وحبيتي ان انت تكوني زيه؟ هو انا حواليا كتاب كتير معروفين بقرا لهم كتير، لكن التقليد انا مش هحس انه كتير جدا حواليا على السوشيال ميديا، فانا متابعاهم. طيب في عصرنا الحالي ولا كانوا قدام العصر؟ لا دلوقتي مش متابعه حد من القديم خالص. لا ما انا بقول لك هي جت صدفه، الكتابه جت معايا صدفه، ما كنتش ان انا بكتب من وانا صغيره ولا كل الحاجات دي. طيب بالنسبه لعصرنا دلوقتي، حابه تكوني زي مين؟ هو زي مين؟ دايما الكاتب بيتفرد بنفسه. دايما دايما، فبيكون كل واحد ليه طريقه معينه.
والحقيقة ان انت طريقتك في الكتابة لفت انتباهي جدا لما شفتها اخر مرة. ربنا يخليكي. شكرا. شيماء انسانة بتقدر انها تكتب وتعبر عن اللي جواها، تقدر ان انت تكتبي وتعبري عن اللي حواليكي؟ اه طبعا. طيب ممكن نعرف تسمع حاجة من كتاباتك؟ مش معايا حاجة للأسف. محضرة؟ لا. طيب شايفة ان الكتابة ممكن في يوم من الأيام تضيف لحياتك شيء سلبي ولا شيء ايجابي؟ لان اغلب الكتاب تقريبا بيقولوا ان هما بيكتئبوا او بيعيشوا حياه انطوائيه جدا. دي حقيقه. فعيش اللحظه دي ولا لا؟ للاسف لا. مش بصي، هي اكيد حاجه كويسه جدا انت ما عشتهاش، ولكن هي في المختصر او في المدى الطويل بتفيد لك كده ولا لا؟ هي اي حاجه سلبيه عموما انا ببعد عنها عموما. كلمات، كلام، حاجه حواليا انا ما بعرفش افضل فيها. دايما بحاول اشوف الحاجه الايجابيه. انا ببص للتفاؤل دايما. الحاجه الايجابيه افضل طبعا. طب انت حققتي انجازات كتير في سن صغير. ربنا يخليك. حابه ان انت توصلي لاكتر من كده. اه ان شاء الله، يعني نوصل للافضل، نبقى معروفين اكتر. كتاباتي عموما اهم حاجه يعني توصل اكتر للناس. طيب من خلال الشهره حابه ان انت توصلي رساله ولا توصلي كشيماء ككاتبه؟ لا رسالة طبعا. رسالة. رسالة تكوني معروفة بيها. بالظبط. ما يهمنيش خالص ان انا كشيماء ابقى معروفة، يهمني الكلام ده جاي منين او رايح لفين، رايح لمين بالظبط. تكون موجه بال بالظبط بالتفاؤل. بالظبط. مش بالسلام. اه. وعموما انا لو قرأتي الكلمات بتاعتي ما بقاش فيها حاجة عموما سلبية اصلا. يعني انا قرأت لحضرتك كذا مرة. اه. قرأت ليكي. طيب السوشيال ميديا بتهتمي بيها؟ اه طبعا. تهتمي بالسوشيال ميديا كتعبير لشيماء ولا لكلماتها؟ للكلمات بتاعتي انا. في ناس عارفه الكلمات فبتسال دي بتاعت مين، لما حد بيقرا كتاب ده بتاع مين. حضرتك بتظهري على السوشيال ميديا شخصيا ان انت بتتكلمي عن نفسك وعن كتاباتك، ولا كتاباتك اللي بتعبر عنك او بتبقى عارفه كتاباتي. الشخص ده مين كويس؟ لا كتاباتي انا، اتعرفت من كتاباتي. يعني في ناس ما كانتش عارفاني غير الناس اللي حواليا، في ناس اكتر بقت عارفاني الحمد لله من المحافظات دلوقتي. المحافظة حاليا. اه. طيب اشتركتي في كتب او ندوات او اشتركتي في كتب؟ ده اكيد. الكتب نفسها وصلتك لحفلات او ندوات او مؤتمرات ثقافية لحاجات من دي؟ حضرت حفلة. اه. حفلة؟ اه. في شارع المعز. المعز دايما بيعمل حفلات كويسة. اه. طيب انت دايما شايفة ان الكتابة ليها روح تفاؤل. ليها روح تفاؤل. طيب واغلب الناس مش شايفه كده، او مثلا بيبقوا شايفين الكتابه يعني الكتاب بيكون مثلا السوشيال ميديا الناس متجهه ليها اكتر، فالكتاب بالنسبه للناس دلوقتي شيء ممل. هل في كده ولا اصلا الفكره ملغيه؟ هو من محب للقراءه ومش محب للقراءه. ما هو اللي مش محب للقراءه في الكتب عموما في بيبقى في بي دي اف بنبقى نسهلها له اكتر. لكن يعني نقدر ان احنا نعمل الكتاب على السوشيال ميديا. بالظبط. بس انا افضل طبعا الكتاب الورقي يكون في ايدينا طبعا. طيب خير وصديق اكيد. اه طبعا. طيب حابه تشكري مين؟ حابه اشكرك يا قمر. تسلمي. ربنا يخليكي، انت نورتيني النهارده. يا قمر ربنا يخليكي. شكرا. ربنا يخليكي. ربنا يخليكي. حابه تشكري مين من اهلك؟ يعني اكيد الاهل يبقى لهم جانب. بابا وماما طبعا. اكيد. ربنا يخليهم لي يا رب. هم وقفوا جنبي. واصحابي وكل اللي حواليا شجعوني صراحه. الحمد لله. طيب ممكن توجهي كلمة مثلا لكاتب او لشخص مثلا خايف ياخد الخطوة بسبب النقد، لان بتبقى فيها نقادات كتير جدا. اه طبعا. وتهدير اللي هما مبيبقوش واخدين بالهم انها بتبقى برضو مجهود للشخص او للكاتب. في حتى الناس ممكن تدخل تكتب اي كومنت وخلاص، يعني لو انا عايزة اكتب كومنت وخلاص سلبي. مش اللي حواليك ما يكونوش بيأثروا عليكي بالنقد؟ لا الحمد لله. بس في بيبقى في كلمات من حد ما اعرفوش اصلا، ممكن حد ما كنتش عارفاه اصلا ولا يعرفني لمجرد انه داخل يكتب كومنت وخلاص ينتقدك. بالظبط. هو حابب ينتقد اي حد. طيب انت كنت بتردي مثلا او كنت ما بردش اصلا؟ ما بردش اصلا انا، ما ردش عليه. في اكتر ايجابي. طيب ولو مثلا الشخص ده شخص قريب منك او مثلا من المحيطين حواليك؟ بالظبط. انا بحب ده، احب انه مثلا يقول لي في حاجه مش مظبوطه او في كلمات مش احسن حاجه يلفت انتباهك. اه لفت الانتباه مهم جدا، خصوصا لو حد قريب مني. ما تضايقيش من نقطه زي كده. لا بحب جدا ده، بحب جدا اكون اوري حد مثلا حاجه ليا ويقول لي لا احنا ممكن نغير ده،
مش مثلا حلو وبرافو وشاطره وكل الكلام ده، ببقى حابه انه يكون في نقد خصوصا حد حواليا، تكون نصيحه فعلا. وبتقدمي نصايح من خلال الكتب ولا بتقدمي افكار؟ هو انا كل حاجه تقريبا فيها نصايح. ما بتجيش فيها افكار؟ ايه، ما بتجيش فيها افكار؟ لا، وفي حاجات فيها افكار، يعني الكتاب بتاع ما بداخلك بتاعي اخر واحد فيه كتير افكار. طيب الفكره نفسها عن ايه؟ ما بداخلك كان حاجه جوانا، حاجه زي المشاعر، الخوف، التوتر، كل الحاجات دي اتكلمت عنها. استاذه شيماء انت نورتيني النهارده، وانا حقيقي كنت اتشرفت بمعرفتك، ونتمنى لك دايما ان انت تتقابلي في الاحسن والاحسن، وان اكيد تكوني انسانه معروفه ان شاء الله. شكرا. انتهت حلقتنا النهارده اعزائي المشاهدين، ونقابلكم ان شاء الله في حلقه جديده يوم الحلقة.